اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ميجا ستار في مصر والوطن العربي. حلقتي النهارده مختلفه ومميزه شويه عن اهم الاحداث الفنيه اللي شغلت الجمهور في الايام اللي فاتت. تعالوا بينا نبدا باهم الاحداث اللي بتمر بيها مصر دي، سوء الاحوال الجويه وازاي نجوم الفن اتعاملوا معاها. تعالوا نبدا بالمخرج رامي امام اللي الامطار دخلت بيته ولكن قدر يسيطر عليها بطريقته الكوميديه. تعالوا نشوف الفيديو. وتاني فنان معانا النهارده هو النجم الكوميدي محمد هنيدي، علق على الامطار بطريقته الخاصه ونشر فيديو من فيلمه الشهير جاءنا البيان التالي. تعالوا بينا نشوف الفيديو. وهنروح لتالت فنان معانا النهارده، طبعا اكيد احمد حلمي كان له نصيب كبير جدا ان هو عمل فيديو لطيف جدا بيجمعه باحد العمال اللي كانوا بيسحبوا المياه من الشوارع. طبعا دي لفته مميزه جدا من احمد حلمي ان هو يديهم تشجيع وينزل ويقول له يلا بينا نتصور، وبيشاركوا في العمل ويقول له تعالى نتصور والبحر ورانا. طبعا البحر ده المطر. تعالوا بينا نشوف الفيديو. اصبر براحتك بس نصور كده عشان يبقى خلفيتنا البحر. تعالى كده، تعالى كده اهو، يبقى خلفيتنا الميه. والله ده والله العظيم منظر حلو اهو. صور اصور انا الاول. يلا نصور مع بعض. والله العظيم احلى صورة. الله يعينكم. اما الفنان القدير رشوان توفيق كان له تعامل خاص جدا من نوع تاني، وهو واقف في البلكونة وبيدعي لمصر. طبعا الزميلة الاعلامية هبة رشوان هي اللي كانت بتصوره، كان فيديو نال اعجاب الناس كتير قوي. تعالوا بينا نشوف. كده الحاج رشوان اهو واقف في المطر عادي جدا، وانا واقفة جوه بردانة وواقف بره. ربنا يستر. خير وبركة يا رب علينا وعلى البلد يا رب. اللهم امين. يا رب خير علينا وعلى بلد السودان يا رب. امين يا رب العالمين. يا رب. امين يا رب. اللهم امين.